يعني أهالينا وأهل الإمارات كلها العلاقة بينهم مترسخة متجدرة منذ الأزل، والتواصل بين القيادة والتواصل هذا دلالة، يعني إذا الناس صار بينهم تواصل زي ما ذكرت سابقا يصير زي الشجرة يصير بينهم. حين القبائل كلها نمر على بعضها بعض ونسلم على بعض ونجلس قهوة بعض، دلالة على أن الإمارات مش توحدت بس رسميا، توحدت بالقلوب وبين الأهالي، وهذا الدولة اللي يكون توحدت بالقلوب، هي بالقلوب والأهالي توحد، والدولة وتوحدت بالحب نعم.